يعني سعيد جدا بحضور حضراتكم النهارده والمؤتمر الصحفي دوت، بنجهز له بقالنا فتره، فيعني متشوقين جدا للقاء دوت، ونقدر نشرح لحضراتكم بعض الافكار وبعض الامور المهمه جدا. الحقيقه زي ما اتقال، احنا النهارده بصدد ان احنا يعني نوضح لحضراتكم ونشرح لحضراتكم اطلاق الحزمه الاولى، وانا مؤكد مره اخرى الحزمه الاولى للتسهيلات الضريبيه. ممكن جدا لما حضرتك تسمعوا الكلام تسهيلات ضريبيه واي امور ضريبيه، تخيلوا ان احنا جايين نتكلم على امور فيها اعباء جديده او فيها زيادات في الضرائب او زيادات في الامور، اللي احنا على العكس تماما. وبجد ويعني بقدر كبير من الصدق، وهتشوفوا الكلام دوت على الارض، احنا جايين بنفتح صفحه جديده، صفحه اساسها انه احنا كمصلحه ضرائب، كوزاره ماليه، وكمجتمع ضريبي بشكل عام، ممولين مستثمرين، عايزين تبقى العلاقه ما بيننا علاقه شراكه، شراكه حقيقيه. الواحد عايز شريكه يكبر وينمو ويتوسع ويحقق ارباح عاليه جدا ويبقى قادر ينافس، ده اللي الواحد عايزه في شريكه. واحنا كطرف اخر عايزين شريكنا اللي هو مجتمع الاعمال والممول يبقى في الوضعيه دي، عايزين كل من يعمل في مصر يبقى عنده قدره على التنافس وقدره على التوسع وعلى زياده اعماله. ده شيء بيسعدنا، لانه في الاخر احنا شريكه بنسبه معينه على حسب النشاط. فبالتالي كل ما هيكبر كل ما نقدر نحقق بالنسبه لنا الهدفين، الهدف ان هو يقدر يتوسع ويشغل ناس ويقدر يصدر ويجيب موارد للدوله، ويقدر كمان يدينا احنا جزء من الموارد دي نقدر نوجهها لكل الامور اللي حضراتكم عارفينها من حمايه ومن مسانده للفئات الاولى بالرعايه، وكل الامور التنميه البشريه وكل الامور الضروريه للدوله. فده البدايه، واحنا بنتحرك من هذا الامر. لما جينا نشتغل على هذا الامر وايه اللي ممكن نعمله كمرحله اولى، وانا بؤكد هي مرحله اولى لانه في الاخر التطوير والتيسير هو بيسموه كده مايند سيت، هو توجه ورغبه حقيقيه وصادقه. فبالتالي احنا مش هنتوقف في اي مرحله عن ان احنا كل شويه ندخل اصلاحات اضافيه وتسهيلات اضافيه تتعامل مع الحقائق على الارض وتتعامل مع الاوضاع اللي ممكن تكون بتوصل لنا. واحنا مش غايبين عن المشهد، وشفنا يعني على مدار السنوات الماضيه كتير من الحالات وكتير من الطلبات وكتير من الرغبات من المستثمرين، سواء في شكل تجمعات جماعيه للمستثمرين من خلال اتحاداتهم وممثلينهم، او حتى من حالات فرديه بتجي لنا ساعات بتبقى ليها مدلول جماعي. فالامور دي كلها كانت يعني في نظرنا وكنا على درايه بيها واحنا بنصيغ هذه الحزمه من التسهيلات. وكمان عنا على التجارب الدوليه الناجحه، تجاربنا الناجحه السابقه، احنا كان عندنا تجارب كتيره ناجحه سابقه، احنا قطعنا شوط كبير قوي في الميكنه، لكن كمان واحنا بنعمل الميكنه محتاجين نتاكد انه كمان كل الامور الماضيه بنوجد لها حلول، وكمان ان احنا ازاي نضمن الميكنه كمان بتعكس يعني اهتماماتنا وبتعكس احتياجات ورغبات القطاع الخاص. فزي ما قلت، العلاقه ما بيننا وما بين المستثمر والممول لازم يكون فيها ثلاث صفات واضحه جدا، لازم يكون فيها استقرار ويقين وسهوله ويسر، ولازم هو يتلقى خدمه يحس فيها انه حقوقه محفوظه وانه كمان حق الدوله برضه محفوظ، لكن في اطار واضح جدا من المعاملات ومن العلاقه الجيده. والحقيقه كتير من التحديات اللي بتقابل المستثمرين في مصر زي ما دوله الرئيس وضح هي تحديات مرتبطه بالتنفيذ والتطبيق، ولو احنا عايزين نحل جذريا هذه الامور لازم نعرف جذورها ايه وايه اسبابها الحقيقيه. وده اللي احنا بذلنا فيه مجهود كبير جدا الفتره الماضيه عشان نقدر نوصل لازاي نعالج القصه من جذورها. كتير من الحاجات دي بتبقى ساعات مرتبطه باليه عمل وطريقه تطبيق عمل وطريقه تفكير وطريقه تنظيم، فممكن مع اعاده امور كثيره نقدر ننجز اشياء ويحس على الارض بتسهيلات وبطفره كبيره في العلاقه وفي الاعباء، وبالتالي في قدرته على المنافسه وعلى التوسع وعلى الاستثمار الاضافي. اللي انا هقوله زي ما قلت هي المرحله الاولى قابله جدا لمراحل اخرى تضاف تدريجيا.
زي ما دولة الرئيس وضح، احنا النهارده هنتكلم على الملامح وعلى الاجراءات نفسها، لكن احنا كمان راينا من اهميه هذا الموضوع وبناء على تشاور ان احنا كمان ناخد كل الاسابيع القادمه ان احنا كل اسبوع او ناخد مجموعه من هذه التسهيلات والاجراءات، التسهيلات تحديدا اللي احنا بنقترحها نطرحها لحضراتكم، نطرحها للشعب المصري، نطرحها للمجتمع الضريبي بعمق وبدقه، ويبقى في حواليها حوار وعلى استعداد كمان انه هذا الحوار يعني يفرز بعض المقترحات الاضافيه وبعض الامور اللي ممكن ندمجها، لانه في الاخر احنا عايزين حاجه نقدر كلنا نبقى نطبقها بنجاح ونقدر كلنا تحقق الغرض منها سواء لصالح المستثمر او حتى لصالح الدوله. بس خليني اقول لحضراتكم بعض ملامح او بعض الاجراءات اللي احنا بنستهدفها اللي هتحاول ان شاء الله تتعامل مع بعض التحديات زي ما قلت، وزي ما دولة الرئيس برضو اوضح التحديات احنا عارفينها، يعني ما احناش ولا احنا بننكرها ولا احنا ولا في رغبه لهذا الامر، لانه احنا في الاخر لازم نتعامل مع هذه التحديات ونعالجها ونمشي لقدام ونغير الصوره الذهنيه. وانا بشكر على فكره، ولا انا هتكلم فيه النهارده، بشكر فيه كل فريق العمل في اداره الماليه، سواء زملائي سيد النائب وزير الماليه، سواء السيد مساعد وزير الماليه استاذه رشا رئيس مصلحه الضرائب، وكل العاملين، انه اللي انا بعرضه النهارده ده عمل جماعي، ده عمل احنا تشاركنا فيه، فكرنا فيه مع بعض، وان شاء الله هننفذه وهندعمه مع بعض، واحنا راغبين حقيقي ان احنا ننفذه بافضل طريقه وبالهدف الرئيسي ان احنا شريكنا يكبر ويبقى اكبر قدره على المنافسه الدوليه والمحليه. ايه بقى مجموعه الاجراءات او التسهيلات اللي احنا بنتكلم عليها؟ اول حاجه يعني، وانا ما فيش الترتيب ملوش اي دخل بالضروره من وجهه نظر بعض القطاعات ايه الاهميه ولا لا، لكن خلينا نتكلم على بعض الاجراءات. واحد، احنا دايما بنتكلم ان احنا عايزين القطاع غير الرسمي يبتدي ينضم للقطاع الرسمي، وعايزين المنشآت الصغيرة تكبر ويبقى أكثر قدرة على التنافسية. واحدة من التحديات الكبيرة كانت عندنا إن إحنا ما كانش عندنا في قوانيننا منظومة أساسا متكاملة لجذب هذه الشريحة. كان عندنا بعض المواد المنفردة اللي بتخاطب فئات منهم بشكل فردي، بس ما فيش حاجة كاملة. إحنا النهاردة بنجهز وجهزنا خلاص منظومة متكاملة. ولما بقول متكامله يعني بتخاطب كل انواع الضرائب، بتخاطب كل انواع الانشطه، بتخاطب كل انواع الفئات للمنشات الصغيره، شركات رياده الاعمال، شركات الناشئه، الفري لانسرز، الافراد اللي عندهم بيعملوا خدمات وبيعملوا عمل مهم جدا كتير منه حتى بيتصدر، محتاجين نوجد لهم اليه متكامله يقدروا يخشوا جوه المنظومه، يقدروا بسهوله ويسر وببساطه يبقوا عارفين بالظبط ايه اللي عليهم وايه اللي ليهم. طب ده بيساعدهم في ايه؟ بيساعدهم ان هم طالما دخلوا في المنظومه بيقدروا بقى يروحوا يقدروا يصدروا، يقدروا يعملوا عقود كبيره، يقدروا ياخدوا تمويل، يقدروا يتوسعوا، يقدروا يكبروا. فاحنا قررنا ان احنا نعمل منظومه متكامله بتعامل بتخاطب كل انواع زي ما اقول الفئات حتى 15 مليون جنيه، وبتخاطب كل انواع الانشطه، وده اكبر حتى من اللي كان موجود. كان في ماده موجوده في احد القوانين في جهاز المشروعات الصغيره، واحنا الحقيقه خدنا وطورنا على هذا وزودنا وعملنا بقى حاجه انتجريتد، حاجه متكامله بتخاطب كل انواع. ما بنتكلمش هنا على الضرايب الارباح على الدخل، بنتكلم على كل انواع، بنتكلم على القيمه المضافه، بنتكلم على الدمغه، وان شاء الله هنعفي هذه او المجموعات هنعفيها من حاجات كتير قوي، من ضريبه توزيعات الارباح، من ضريبه الدمغه، من عديد من الامور اللي تخليهم عندهم قدره على المنافسه. تاني، هدفنا ان هم نساعدهم ان هم يكبروا ويتوسعوا ويبقوا عندهم قدره اكبر على المنافسه. فدي حاجه مهمه جدا، ودي حاجه تساعدنا احنا عايزين نوسع القاعده الضريبيه، عايزين يبقى عندنا عدد ممولين اكبر، عايزين يبقى عندنا عدد من الممولين اللي بيكبروا. زي ما قلت شريكنا ده لما بيكبر احنا معاه لوحدنا كده كشريك معاه بنبقى داعمينه، لكن كمان بنستفيد دوله وهو بيستفيد واحنا كمان كحصيله بنستفيد. فدي حاجه هنبتدي بيها، وواحده من الحاجات اللي احنا بنطرحها ان شاء الله واللي هنبقى جادين جدا في تطبيقها وتنفيذها وبجديه جدا. احنا كمان بنتكلم على امور اخرى ايه ممكن نعمله عشان نخلي فيه ثقه اكبر، فحتى هذه المنشآت والمنشآت الصغيره وشركات الناشئه ازاي تيجي. احنا حتى مش بس بنتكلم على الاسعار دي ولا على الامور دي، بنتكلم حتى على تسهيل الامور.
تبقى الاقراءات اسهل وتبقى ابسط وتبقى توقيتات تناسبهم وتناسب السيوله عندهم. فهنتكلم فيها بتفاصيل الاسابيع القادمه، بس انا حبيت اوضح دي واحده من الحاجات المهمه جدا. يعني طول النهار بنتكلم على ان عايزين نبسط. فواحده من الحاجات اللي احنا عايزين نبسطها النهارده، الحمد لله بقى عندنا منظومه ممتازه الكترونيه، بقى عندنا حجم هائل الحمد لله من الـ 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 الامور التكنولوجيه والمنظومات التكنولوجيه. فواحده من الحاجات بتتيح لنا معلومات كويسه جدا. فواحده من الامور اللي هنشتغل عليها هنبسط الاقرارات، هنخلي الاقرارات ابسط، بدل ما الممول يبقى مطالب يملى في اخر السنه اقرار فيه 60 و70 صفحه، ممكن جدا نختصر هذا الامر ونبسطه ونسهله، لان الحقيقه بقت فيه معلومات كثيره متاحه بشكل دوري وغيرها من هذه الامور. ونفس القصه هنخلق كثير من الوحدات لدعم المستثمرين، لتقديم المساعده ليهم، تقديم المشوره ليهم. واحده من الحاجات اللي كان دايما بتجي لنا، طب احنا يا جماعه مستثمر دوله الرئيس النهارده بيتكلم على بعض الاستثمارات الجديده، وارد جدا يكون هذا المستثمر اللي جاي عايز ياخد حاجه اسمها الراي المسبق، عايز يعرف قبل ما يجي يشتغل في مصر هيعمل ايه بالظبط، ايه حقوقه وايه التزاماته وايه الحوافز بتاعته. فاحنا بنفعل هذه الخدمه ليه دلوقتي، وهنفعلها بجوده جدا، وهنجيب اكفأ الناس جوه المصلحه، وفي ناس ممتازه جوه المصلحه هنستثمر فيهم عشان يقدروا يقدموا هذه الخدمه قبل ما يبتدي. يبقى قبل ما يبتدي عارف راسه من رجليه، عارف يبقى عنده يقين، عنده رؤيه واضحه جدا. فهنشتغل على القصه دي. احنا بنتكلم ان كان دايما واحده من المشاكل ان احنا ازاي نقفل بعض المشاكل وبعض النزاعات او بعض المشاكل ما بين المصلحه او وزاره الماليه وحتى المستثمر، هو فكره انه كان يبقى احنا متفقين على كل حاجه ولو في اي نوع من الخلاف البسيط. انما كان مشكلتنا ان احنا بيبقى عندنا الغرامات عاليه جدا، والغرامات بتبقى ساعات اضعاف 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 اصل الضريبه، ونيجي نقعد بقى مش عارفين نعمل ايه ونحل ازاي ونعمل حاجه استثنائيه ونعمل قانون استثنائي ونعمل حاجه. احنا لا، قررنا ان احنا بالتوافق وبالتعاون، وبرضه واحنا اي حاجه بنعملها بنبقى باصين على الدراسات الدوليه، وباصين على عنا على ايه اللي بيحصل بره وايه اللي بيحصل في المنطقه حوالينا. احنا قررنا ان شاء الله ان احنا نعمل سقف للغرامات، الغرامات لن تزيد عن اصل الضريبه، لانه في الاخر احنا مش عايزين نعجز الناس، ودورنا ان احنا نسرع حل هذه النزاعات ونقفل اي نزاعات في اسرع وقت ممكن، وده هتحل جدا امور كثيره وتخلي حل المشاكل اسهل واقدر وبشكل دائم. انا ما بتكلمش على المرحله دي بس فقط، انا بتكلم بشكل عام، ده حاجه مهمه جدا. في بقى امور اخرى تانية مرتبطه بان احنا ازاي نوحد المعامله ما بين كل المأموريات وكل المناطق، وده عمل مهم جدا الحقيقه. مصلحه الضرائب قامت بمجهود جبار الفتره الماضيه عشان تجهز لهذا العمل، فكره ان احنا النهارده نوحد، ما يبقاش بقى الراجل بين المصنع او بين ملفه من حته لحته عشان في هنا معامله وهنا معامله. احنا هنوحد هذه الامور بادله، ادله هتطلع كل سنه وتبقى واضحه جدا، بتخاطب الجميع، بتكلمه بوضوح وبيسر وبسهوله، وبتدي له حقوقه. وهنخلق كمان اماكن لدعم تنفيذ هذا الامر، بحيث انه المستثمر يقدر يبقى يتواصل مع حد، وهذا الفريق اللي بيتواصل معاه ده يقدر يساعده ويحقق له كل امور. احنا بنتكلم النهارده على سيوله، ومحتاجين ندي سيوله كبيره للشركات ونساعدهم في هذا الامر عشان يقدروا يتعاملوا مع بعض التحديات ويقدروا بسرعه يكبروا زي ما قلت وينموا. دوله الرئيس كان بيتكلم على البي ام اي، وده مؤشر مهم جدا، فكره انه يبقى فوق ال50 ده معناها انه الاقتصاد او الانشطه الاقتصاديه من وجهه نظر القطاع الخاص ومن جانبهم بدات تتحرك لقدام، بدات ان هم يحطوا فلوس ويستثمروا. فجزء من هذا الاستثمار بيرجع ان يبقى معاه سيوله يقدر يضخها في مستلزمات انتاج، وبالتالي يقدر ينتج ويحقق رغبه. فعشان نساعده في هذا الامر احنا بنعمل حاجتين مهمين جدا. احنا بنطلق ان شاء الله برضو وهنقعد نشرحه لحضراتكم بالتفصيل، حاجه اسمها نظام المقاصه المركزي، ويمكن دي كانت واحده من التوصيات مجلس الاعلى للاستثمار العام الماضي، فكره ان الممول بيبقى له حقوق عند الدوله وعليه واجبات عند الدوله. الدوله هتوفر له نظام يقدر يختار من خلاله ازاي يسوي هذه المبالغ، يعني هو مثلا ممكن يبقى عنده مبلغ عند مصلحه الضرائب وعليه مبلغ تاني عند مصلحه الضرائب لنوع ضريبه تاني، ضريبه عقاريه، ممكن يبقى عنده مستحقات عند الجمارك وعايز يسدد ضريبه عند مصلحة الضرائب المصرية، هنسمح له بهذا الأمر، وهنسمح له حتى هذه المقاصة تشمل كمان جهات خارج حتى وزارة المالية والمصالح، ممكن تبقى الطاقة، وبالتالي يقدر يستفيد من هذه الأموال ومستحقاته، مثلا مستحقاته لدى صندوق دعم الصادرات، مستحقاته
لو هو مقاول وعنده مثلا بعض الغرامات والتعويضات، لو هو النهارده حد ممكن يكون عنده رد ضريبة القيمة المضافة، دي كلها مستحقات بدل ما تبقى مجمدة لفترة ويبقى لازم يسددها في نفس نوع الضريبة أو في نفس نوع النشاط، إحنا هنسمح له إن هو يقدر يتحرك بيصرف هذا الأمر وبنظام هو صاحب القرار فيه. إحنا بس بنوفره البيئة والبنية التحتية التكنولوجية اللي تخليه يقرر هذا الأمر ويوجه هذه الموارد كيفما يشاء مرة أخرى لتوفير السيولة. تخيل بقى بدل ما هو يروح يقترض مبلغ عشان يروح يسدد مستحق بعض الالتزامات اللي عليه للدولة، ويبقى المبلغ دوت بيكلفه مبالغ من خدمة دين وغيرها، وهو أساسا عنده مبلغ آخر متاح له بس هو مش عارف يستخدمه إلا في مجال محدد، وممكن ما يبقاش عنده في المجال ده أي التزامات جديدة، فطبعا ده عبء بيبقى كبير جدا عليه. في نفس الوقت احنا الحقيقة السنة اللي فاتت عملنا قدر من التطوير في نظام رد ضريبة القيمة المضافة، لأن ده حاجة كان برضو من الطلبات الرئيسية، فكرة إنه مثلا حد مثلا بيصدر فبالتالي بيبقى من حقه إنه نرد له جزء ضريبة القيمة المضافة اللي دفعها على مدخلات الإنتاج، وممكن تصل لشركات لمبالغ كبيرة. احنا عملنا طفرة السنة الماضية الحمد لله، عملنا تحسين وتسهيل في هذه المنظومة، ويمكن كان نتيجتها ان احنا عرفنا نرد مبلغ يقترب من 3 مليار جنيه للممولين، لكن احنا طموحنا اكتر من كده. فاحنا عملنا نظرة اخرى على هذا النظام، وبنقترح فيه تعديلات كبيرة جدا ان شاء الله، من تبسيط ومن تسهيل ومن مراجعة دورة العمل والاجراءات، وهدفنا باذن الله ان احنا النظام الجديد اللي هنطلقه لرد ضريبة القيمة المضافة يبقى اكثر سهولة ويسر. وهدفنا واضح، هدفنا ان نرد مبلغ لا يقل عن 4 أو 5 أضعاف ما تم رده العام الماضي، وبالتالي سيولة ترجع تاني للممول يقدر يستخدمها في مجالات كثيرة جدا. وكل اللي بقوله ده يا جماعة او يعني الزملاء او حتى المشاهد النهاردة اللي بنخاطبه وقطاع الاعمال، دي حاجات احنا عارفين انها كانت تحديات بتقابل المستثمر وقطاع الاعمال والممولين، وبالتالي احنا بنحاول يعني نبقى واقعيين جدا، ونحاول نتعامل مع تحديات ومع امور احنا عارفين انها ضرورية ومهمة. النهاردة كان في بعض قوانيننا وفي قانون الاجراءات الموحد كان في بعض الامور اللي ممكن مع التطبيق اثبتت ان احنا محتاجين ندي قدر من الوضوح فيها وتحسين فيها. النهاردة كان الممول احنا بنطالبه ان هو يقدم اقراره بشكل منتظم، وان هو يعكس فيه بعض المعلومات الضرورية. ساعات كان بيبقى فيه تأخر الأيام أو الأمور خارجة عن قدرة الممول، ساعات بيبقى فيه تأخر نتيجة ظروف قهرية، فكانت العقوبات يعني موحدة. احنا بنعمل دلوقتي شوية تيسيرات بحيث ان العقوبات كمان متدرجة، وتبقى فيها قدر من واحد عمره ما تأخر في إقرار، ما ينفعش عامله زي واحد عمره ما قدم إقرار، لازم يكون في قدر من العدالة وقدر من المنطق في هذا الأمر. فاحنا برضو هنمسك مسكنا الامور دي وهنعمل فيها تدرج ووضوح عشان خاطر يبقى فيه سهوله ويسر ويبقى فيه قدر من الاهتمام. برضو احنا كل اللي بنعمله ده بنطلب من الممول حاجتين، بنطلب من الممول ان هو يثق فينا تدريجيا، وان هو يخش معانا في المنظومات الالكترونيه اللي هتحميه وهتحمينا. احنا منظومه الفاتوره الالكترونيه ومنظومه الايصال الالكتروني ومنظومه عموما تقديم الاقرارات وسداد الامور الالكترونيه بتريحنا كلنا. النهارده لما بنتكلم على تحدي كبير جدا مرتبط بان احنا عندنا ملفات قديمه جدا لسه لم يعني تفحص او لم تنتهي منها مع بعض، لما بنتكلم على ان احنا عندنا نزاعات بتاخد مده طويله جدا، اصل القصه دي كانت غياب المعلومات الكافيه من الطرفين. النهارده مع منظومه التكنولوجيا اللي احنا بنخلقها والحمد لله بدات تشتغل بقوه، النهارده عارفين نقطع شوط كبير قوي في حل هذه المشاكل. طب هتقابلنا مشكله كبيره، القديم بقى هنعمل فيه ايه؟ فالقديم هنوجد له حل. واحدة من التسهيلات في هذه الحزمة الأولى هو إن احنا هنوجد حل لكل النزاعات القديمة والأمور المتراكمة بشكل سهل وفي يسر للجميع وفي عدالة لينا وليه وفي توضيح رؤية. احنا النهاردة مش هنيجي نخاطب حد بعد احنا مثلا فحصنا حد بعد 7 8 9 سنين، مش هنحمله بأعباء بسبب إن احنا اتأخرنا في الفحص، احنا اللي اتأخرنا مش هو اللي اتأخر. فبالتالي هيبقى العلاقة واضحة جدا وهيبقى فيه امور تيسيرية في هذا الامر. انما زي ما قلت الاسابيع القادمة هنبتدي نتكلم في هذه الامور بالتفاصيل
وهنشرح على فكرة كل حاجة من اللي أنا بقولها دي ممكن يبقى فيها شرح وكمية تسهيلات إضافية جدا عن اللي أنا بشرحه في المجمل، لكن محتاجة نقاش يعني ممتد نقدر نشرح فيه المادة دي بتعني إيه، أو القرار دوت صيغته إيه، أو المادة في القرار دوت هتطلع إزاي. وزي ما دولة الرئيس قال إحنا بنتكلم على حاجات كتيرة جدا ممكن تطلع في شكل قرارات إدارية، لأنه الحمد لله حتى القوانين المتاحة والقائمة جيدة وتسمح بهذا الأمر. إحنا بنتكلم النهاردة عشان ده يتنفذ على الأرض وعشان نقدر نتحرك لقدام، إحنا بنتكلم على أمور كمان تنظيمية مختلفة جدا، بنتكلم على أمور لابد من إحنا نستثمر، وده هيحصل وخدنا عليه يعني دراسات كافية وجاهزين بيه. إحنا محتاجين نستثمر في أهم حاجة في المنظومة هو العنصر البشري في مصلحة الضرائب اللي إحنا هنحملهم هذه الـ يعني الـ الالتزامات الكبيرة. محتاجين كمان نضمن إن إحنا بنستثمر فيهم وداعمين ليهم ونديهم منظومة أفضل للإثابة والحوافز، وكمان تكون مرتبطة بمؤشرات لقياس الأداء واضحة جدا، مرتبطة بخدمة للممول. إحنا عايزين نقدم حوافز جيدة جدا لما المأمور أو المصلحة ترد الضريبة، ولما تقدر تعمل نظام مناقصة مركزي وتسهل الأمور، لما النهاردة تخلص بعض المشاكل، كل الأمور دي هيتم قياسها وهيتم العمل على وضع منظومة حوافز جيدة جدا ومنظومة متابعة جيدة جدا تضمن ان ده بيحصل على الارض ويبقى فيها متابعة. طالما احنا جادين هننجح، احنا مش بنعمل هذا الاصلاح الا واحنا مؤمنين تماما انه في صالح الجميع، في صالح الممول والمستثمر، وفي صالح الدولة، وفي صالح مصلحة الضرائب ووزارة المالية. ده امور كلها احنا مع بعض زي ما قلنا لو بصينا للامر ان احنا شركاء هيختلف الامر تماما تماما في هذا الامر. في امور كثيرة اخرى تنظيمية برضو يعني ممكن نوجزها سريعا لغاية ما نبتدي نشرحها بالتفاصيل خلال الايام القادمة. زي ما قلنا احنا النهاردة سواء المأموريات نفسها وتنظيم العمل، سواء الادارات اللي هننشئها، سواء الرأي المسبق، سواء ادارات دعم المستثمرين، حتى موقع المواقع الإلكترونية ومراكز الدعم الفني هيبقى فيها تطوير كبير جدا وهيبقى فيها مساندة كبيرة جدا برضو بغرض التيسير والتسهيل والتوضيح للممول على كثير من الأمور المهمة جدا جدا اللي ضروري انه يقوم بيها. وزي ما قلت أهم حاجة في هذا الأمر أو من الأمور العوامل الرئيسية للنجاح هو ببساطة حضراتكم الإعلام والتواصل والتوضيح، لأنه في الآخر احنا عايزين نبقى بنوصل هذه الامتيازات والتسهيلات للناس بوضوح فيعرفوا انها موجودة، ونقدر مع بعض نوصل لهم ان هم يقدروا يستفيدوا منها بوضوح. انا يعني في الختام عايز اؤكد على ان احنا كفريق جاهزين تماما لشرح كثير من الامور الاسابيع القادمة، وان احنا هناخد هذه الامور بدقة جدا. زي ما قلت في كتير من الافكار وكتير من خلاص الامور الجاهزة ازاي نقفل كل الملفات المتراكمة وازاي نقدر نفتح صفحة جديدة، هناخد وقتنا في الشرح وفي التوصيل المعلومة وكمان في الاستماع لأي مقترحات إضافية، وبإذن الله ده يساعدنا كلنا ان احنا ان شاء الله في المرحلة الاولى دي وفي الحزمة الاولى، وانا بأكد مرة اخرى انها الحزمة الاولى وليس الاخيرة، ان احنا نقدر نعمل نتائج كبيرة ملموسة تعالج كتير من القضايا والاعباء اللي كانت متراكمه او النزاعات والخلافات، وكمان تفتح لنا صفحه جديده وتخلينا نقدر نتوسع في القاعده الضريبيه. وربنا يوفقنا كلنا، وان شاء الله باذن الله يبقى فتره افضل الفتره القادمه.